موضوع السيد جمال الحيدري، ونحن خاصة نحن نمر بذكرى شهادة السيد الشهيد السعيد محمد باقر الصدر قدس الله نفسه الزكية. يعني هذا الحديث يجرنا إلى الحديث عن موضوع المصلحين والمجددين في الواقع الشيعي. ملاحظ أنه هناك يعني دائما الأشخاص اللي يبادرون بأي طرح تجديدي يواجهون إشكاليات عديدة في داخل المنظومة التقليدية. والسيد الشهيد الصدر معلوم أنه يعني قصته ليست أول قصة في هذا المشوار الطويل، وقد سبق ذلك موقف السيد محسن الأمين العاملي والشيخ محمد جواد مغنية. هؤلاء كلهم قدموا مبادرات، وهذه المبادرات يعني للأسف جوبحت بالطرح التقليدي. وملاحظ أنه دائما الناس يعني في هذا الواقع العجيب يرجمون المصلحين بالحجارة، حتى إذا انتقلوا إلى رحمة الله ترحموا عليهم وذكروهم بالخير فهذا أمر يعني يدعو للدهشة والاستغراب. فليس بمستغرب يعني أن يواجه السيد الحيدري في مسيرة الإصلاح هذه المواقف التي تدعو إلى الركون إلى الوراء. وفي الحقيقة يعني الحديث عن هذا الموضوع يحتاج إلى كثير من الموضوعات، تحليل بنية المجتمع ونفسياته وما إلى ذلك. وشكرا.